السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدر نضيف الحركات في برنامج سيجنال بشكل سهل وبسيط. يعني على سبيل المثال ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اضيف انيميشن، وتبدأ تظهر عندك الانيميشن بشكل مبدئي اهوت. تقدر بقى تعمل سيلكت على اي عنصر، خلي بالنا ان كله هنا مقفول، فممكن اجي هنا ومن الاختصاص يظهر شايل علامة القفل ديت. طيب خلينا نتكلم مثلا على الشباك دوت. اقدر اجي هنا اقول له ضيف لي لقطة، وبعد شوية اجي هنا ابدأ احرك دوت فيبدأ يعمل حركة تانية. اجي على اخر واحدة هنا واروح ضيف حركة كمان، اوريكم مثلا كده واقول له شغل فيبدأ يتحرك معايا بشكل دوت. طيب ممكن برضو تعمل سيلكت على دوت وهتلاقي عندك هنا في الانيميشن اوبجكت ممكن تلاقي راوند تيبل. راوند تيبل يعني التيبل ده هيلف حول نفسه، بيقول لي من اول فريم من 0 لـ100 بشكل كونستي، يبدأ يدخلي بشكل دوت. فراوند تيبل بيخليه يلف حول نفسه. يعني خلينا نختار مثلا مشروع ككل الجراوند، تخيل ده كله لو علمنا عليه وقلت له اوبجكت وقلت له راوند تيبل. اوكي